تلقى سيدي ولد الطفل تيقتلوه في الحفره، جا دوار الفرماجه ولا القتل العين بين، وما عندناش الحمايه، ولينا السكاير يدوزنا على البيبان، ولاو الناس يجيبوا الجناوي يسطحوا لنا في محلاتنا. انا والنامش جاو جوج هاجمن على واحد، وجاو ديال المحالي هاجمن عليه. نادوا ولادي بقاو يضاربوا معاهم، عاد شديت ولادي دخلتهم وطاح لي السكر. دابا هو الطفل تي مات. باش مات؟ قال قتلوا واحد بجنوي، والناس واحد تقتل بأكله، واليوم واحد غادي تقتل بشاقوه. الله يرحم لكم الوالدين الى ما وقفوا معانا، الله يرحم لكم الوالدين الى ما تكون عندنا الحمايه، تكون عندنا السلطه، ويجيو من الليل لليل يشوفوا حياتنا كي دايره في ولاد بابا عزوز، ولاد القتيله في ولاد بابا عزوز. الله يرحم لكم الوالدين، راه ولينا خايفين على روسنا وخايفين على ولادنا، ما تديناش نقدوا الخوشه. الحانوت كندخلوا مع المغرب، الحانوت ما كنقدوش نمشيو ليه، راه هذا هو القتل. الخوف ما تاكلش سكير، تخلي على الخوف. ولدي قلت لك ما تخليش يخرج، وتختي تاخذ حتى العقاب بحال بحال، وتختي طالب من المظلوم قتلوا هذا خاين، هذا السيد هذا، هذا مزري، هذا مزري خاصو الاعدام. ما قتل ولد اختي خاصو الاعدام. اللهم احد يدك خلي يخبط. علاش هو الحق بدا كغير فيه في جنبه شي 24 وقال بحكوا ولا 25. راه ماشي نقول لك الان صحيح ماشي من دوك هذا، وما كيتخاصمش ما يتناقش مع شي واحد وتقول بالكل تمام دارك مالك يا هما تغلبوا، هما بنفوسهم تغلبوا. هاد الطريق ولا هنا جيت الدوار هنا ولا في اي قنت هنا في هذه المنطقه هذه فوقوت مجرمين، راه اللي هز كلب اللي هز صافي ما علاقة بينه وبين الدرية ولا كيدوز حضرته، ما عندوش هو داك المشاكل ديال بلاد مكاع بالكل تا حاجة ما كاين. اللي عاود لي واحد الدري قال لي راه فقاديه 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 مالو، قال لك راه ماشي هو اللي هضر مع الدرية، راه هضر معها واحد اخر هذاك مشى ياك عاد كيبان لنا راه جبد معاه. هما كيطلوا وما بغاوش يعتقوا، يقولوا مالك ما مالك ولا غادي يفكوا ولا كلشي كيطل. حتى تضرب عاد باش تجيو تجمعوا عليه هنا، ملي تضرب حتى تضرب وطاح وهرب الاخر، هذا باش جاهم وقفوا عليه.